السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا الساعة يا أصدقاء، إيش حالكم؟ شو أخباركم؟ شو مسوين؟ أنا سويت شوي شغلات في السلسلة، شوفوا استوى الدولة عودة شوي، تحمست. انزين، الشيء اللي سويته أنا كبرت المكان، اكتمل القصر، هذا ما بعتبر قصر، حلقة اليوم على القصر بس. عندي حد؟ ما عندي حد. المشكلة الوحيدة اللي قاعد أواجهها يا الربع في اللعبة، صدق أو لا تصدق، الأكل. عندي هني نقص اكل مش طبيعي، شو ما قاعد ازرع، شو ما قاعد اسوي، شو ما قاعد اجيب ناس، قاعد اتعب تعب. شوفوا ايش كثر ناس عندي، بس اكل. انتوا لو تعرفون، شوفوا المواني، شوفوا دخيلكم، شوفوا المواني، شوفوا المزارع هني، مزارع هني، مزارع هني، واهل البيوت كلهم الحين نبى نحولهم. شوفوا البيوت هني راح تكون المصلى والكنيسه والوات ايفر مالهم. انزين، الجديد راح يكون فهني، راح يسكنون مش منو الناس. حلو، ولا خلي الكنيسة هني على البحر، وخلي الناس تسكن وين هني. الحين بعدكم ما عرفتوا شو السالفة، بعدكم ما عرفتوا ما رويتكم للحين، صبر. الناس راح تسكن هني، وطبعا هني لازم ألغي هالكثر. أوكي، راح ألغي هالكثر سكن الناس. حلو، وراح اسكن باقي الناس في المنطقتين كامل على كامل الطريق. اوكي، لا 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 مو زين، نسكن الناس هني، المكان شكل احمر بس عادي ترى. زين، وعندنا هني، ايوه شوفوا هني بيكون قصر الملك، تشوفون هني اخر شيء بيكون قصر الملك وشيار وغاب. اي هلب ذاكنج، اي هلب ذاكنج، انا ساعد الملك اللي ناكبني من سند يدي للحين ناكبني. زين، والاكل اللي مش قادر افتك من موضوع الاكل، انا ما اعرف شو اسوي موضوع الاكل، والله يعني نكبوني نكبه في الاكل مش طبيعيه. الا اذا لحظه، خلينا نغير قانون تجاري الى اشتري لين يوصل عندك 50. عندي وايد جولد انا ياس ادخل وراهم، ما عندي مشكله. اذا واحد يبيع لي هذا ابى 50، ما عندي مشكله. هاي شيء فوق ال 150 ببيعه. لحظه، على 200 احتياطا، ممكن انا قاعد ابيع وايد. زين، القمصان اي شيء فوق ال 50 والاحتياج اللي عندنا موجود بيع. هذا شيء مهم تعرفونه، اي شيء فوق ال 50 هني بعد بنبيع. اوكي تمام، احب امشي اللعبة، بحاول اجيب اكثر يعني اكل قد ما اقدر، بس مش قادر. يعني شيء مش طبيعي ترى على فكره. اذا الناس بتبني هني، الناس اللي هني كلها، شوفوا البيوت حلوه متطوره، بس للاسف مكانهم مش اوكي، فابغى اشيلهم ان شاء الله ينتقلون يعني. وبنخلي هني السوق السوالف هاي، خلاص ما نبى ناس، هذا شوي عشوائي، لان اوريدي الناس انا حولتهم من لين هني وايد سكنوا، وسكنوا هني وايد، وبيسكنون هني بعد في مكان انه يسكنوا. شو قاعد يبنون؟ ما عندنا مشاكل. انزين، فالناس اللي هني اتمنى انها تنتقل، اللي هني لا، اللي هني انا عايبيني لانهم على القوارب يعني مثل ما تقولون، وفنان يعني، احس انه اوكي. بس هل هذا لازم اهدمهم؟ ايوه، واحد واحد لازم اهدمهم، والله كسروا خاطري. بس لازم يبنون هني، بيستوي زعل هني ترى. بس هني افضل لهم بمراحل من المكان اللي هم اوريدي ساكنين فيه، لان هني اصلا هالسوالف. يا ليت كم عندي ضمن القريه هاي، القريه هاي بتبني هني من اول وجديد، ومع انه مشاكل هني راح تكون الكنيسه. شوف الكنيسه خلوا فيها شير، ما عندي مشكله، بس عندي راستك شيرت العوده. شوفوا هاي كور بي، كور اي، كور بي، بنسوي لونها غامق. انا سويت الراستك ولا منو؟ اليوم الكنيسة ما مسوي القصر. في عندنا ستون بريدج، انا حطيت ودن بريدج ليش؟ هذا المكان، مكانه بعده مش اوكي، ما يضبط معي. لحظة، لا اوكي ما بيضبط سبب هذا، خلنا نشتري هاي، المفروض ما عندنا مشكلة فلوس. انزين، قبل لا نشتري هذا خلونا نبدأ نحط لنا الكنيسة هني. أكره أقول كلمة كنيسة، لكن
للأسف الواقع أنها كنيسة يعني للأسف. مزين خلنا نسويها كبيرة شوي، نسوي لها باب بالطريقة هاي، بنلزق هاي فيها مدخل. مزين كور بي بنخليها وراها، لا بالطريقة هاي بخلي كنيسة عودة شوي للأسف كنيسة. والله هو حلو لو كانوا شو يسوون، يحطون مساجد في الألعاب، والله بنستانس يعني يا أخي. حلو بيكون تحسون في نوع من احترام الثقافة يا أخي، يعني أنا لست بعنصريا ولكن في نهاية اليوم أفضل أني أحط مسجد في اللعبة على أني أحط كنيسة. زين خلنا نحط هذا بالطريقة هاي في الوسط بالضبط، بنشل هذا بنلزقه هني. زين الحين أبا الكنيسة ضخمة، يعني كنيسة تكون شيء يعني. زين كور شوف هاي لازقة، هي لازقة ونبا مش اكستنشن بيكون من وين؟ من هني كنيسة بالطريقة، خليه في الوسط الاكستنشن الواجهة. والله حلو صدقون، ونحط عنده تور صغير. زين ونحط عنده تور صغير ثاني. زين نشوفهم نفس الطول، هي نفس الطول. بنحطي انماند، شو هذا انماند؟ ما اعرف، هذا اللي يمكن المحراب نفس اللي عندنا، اي دونت نو. بنحطي واحد هني بنحطي له نبغى مدخل لحظه، نبغى مدخل من اليمين ومدخل من اليسار، مدخل من هني دورسي. انا حيت شايف البيبان يعني، واذكر ان هذا احلى باب عندي. شوفوا لان هذا بيبان صغار، هذا احلى، بس اللي مش مقتنع فيه ان هذا نفس المستوى، ما احس انه نفس. ايوه الحين اوكي، الحين تمام، لان هذا بعد مش من طول هذا ولا هذا راكب صح. ايوه الارض مش سيده، لحظه خلنا نشوفها اذا سيده تكون الطريقه هاي من ورا كيف. اوكي في وحده مش مركبه، بنركبها. انزين الحين عندنا اكستنشنات ثانيه نحن، بس تعرفون شو اكستنشن ثاني ورا هذا البرج الطويل. لحظه ده يستوي في الوسط ولا حلو؟ ما يستوي. زين عيل اذا ما يستوي بنحط اكستنشن سي هاللي شفناه توه. لحظه بالطريقه ابغى احطي بالعكس، لحظه الطريقه هاي ونرفع شوي نفس اللي قدام بيت الامام مالهم. زين وايد بيكلفنا لكن راح نستمتع في هذا الشيء. انزين في حد ما عنده بيت؟ والله اتوهق. لحظه 34 فيليجر ما عندهم بيوت. خلنا نحط يا جماعه، بالنسبه للي يقول لي رتب اماكن البيوت، ترى اماكن البيوت مش على كيفي، والله مش على كيفي. انزين لين البيوت تستوي شو بنسوي؟ عندنا حد نحن 122 125 حدنا، ما تجاوز 125 واحد في المدينه. لكن هاي الليون ايوه هاي الاباهم حق الوظائف التاليه، صيادين محتاي، زين ومحتاي واحد حق الحديد عشان نبدا انتاج حديد. سولجرز الحين ما نبغى، الحين ابى كله اللي انا اسويهم حق اكل. بلاك سميث هذا اللي بيسوي لنا معدات، مو مشكله نبغى واحد زياده. ما نبغى ستون كتر، ما نبغى هالسوالف حاليا، نبغى اللي نسوي بيوت. فانا مسبقا بحطي اماكن البيوت، اذا يقدرون يبنون لين هني عافية عليهم. انا ابغى هالمنطقة كلها بيوت،
تشوفه؟ هذا لازم اشيله لحظه عشان ما يصير مشاكل في المستقبل. ابا قبلهم على فكره الغابه هاي مش بس لان عشان الخشب، لكن بعد حق انها شو اللي هنا انا اسويها عاده زراعه حق الشكل بيكون حلو حق المدخل. ابا المدخل يكون فيه غابه زين، وهني الريزيدنت راح ولا السكان راح يمدون لين هني، بس هني خلنا نشيلهم من عند باب حتى هذا خله يقوم. اوكي ابا ابني بالطريقه هاي بيوت، في بيوت اساعد منو كينج؟ انا متى اساعد الكينج على اساس يعطيني احقيه صيد وما اعطاني؟ ليش زعلان مني يا ملك؟ ليش؟ انزين والحين شو بنسوي؟ لان الكنيسه ترى بتطول لان تبني وايد 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 يبالها. وين كان الاساس؟ هاي صح؟ هاي تشوفوا يبالها 600 لوح 118 طول، فلكم ان تتخيلوا. انزين في هذا الوقت نحن راح نستثمر في شو؟ عندنا جولد، عندنا جولد، خلينا نشتري هاي عشان نقدر نحط جسر على راحتنا. زين شوفوا بنحط لنا جسر ستون بريدج. ايوه الحين ممكن، الحين ممكن، بس شو يباله؟ تعرفون شو يباله؟ يباله من تحت شوي. بالطريقة هاي، لحظة. ايوه بالطريقة هاي. هاي شوي قصر شوي. ولا ما اقدر. بيدخل هذا على طول وين؟ تعرفون وين بيدخل؟ مجبور انا احطيه بطول معين. فشو بسوي؟ بحطيه هني. بس خله وين؟ بالضبط الوسط هناك يمر، شوفوا من هذاك الناحية اللي هي هاي. بس هذا ابا ايوه مش 100% راضي عنه. راضي عنه؟ هي راضي عنه. لا اوكي، لا وايد اوكي، بس يباله 800 ستون. يخرب بيته 800 ستون، ليش؟ اح خلنا نوقف الناس اللي تي. لحظه لحظه لحظه، ليش سوي عندنا مشكله؟ لحظه سوي عندنا مشكله. اذا ناس اكثر يوم في 29 مو عندهم بيوت. زين شو عندنا زونز هني؟ اوكي اكستراكشن، خلينا نشيل الاكستراكشن من هني. هذه القرية اللي تحت، اوكي؟ ركزوا معي انتم. هاي القرية اللي تحت. وهاي هني سكنات، حلو؟ هاي سكنات هني. ما عندك مشكلة، وهذا اكستراكشن. وهاي كانت على اساس مزرعة تستوي بس الزرع لورا. فما نبى. اوكي بنوقف الناس اللي يجون الحين. لان موضوع مخيف، مخيف جدا، مخيف مخيف، لان ما عندي اكل ومصيبه المصايب هاي وما عندهم بيوت. زي خلينا نحطي لهم بير هني على الاغلب يستوي مدخل بير، لان فلوس خلينا نحطي لهم شوي حشيش. لحظه خلينا نحطي لهم مكان يجون يستانسون فيه. هلا هاي حق قصر الملك، هاي حق هاي. لا طبعا خلي الممر هني العام سعيد في ورد. اف ما عندي فلوس احطي ورد. لحظة ما حد يبي يسكن، كل حد يبي يسكن هني. ها بس هني بيستوي سوق، ما حد يبي يسكن هني خير شر. احول السوق هني، ايوه بالضبط لازم احط السوق هني. فشو بسوي؟ خلني بالسوق اللي هني. هل المشكلة في كمية الاكل ولا مشكلة في عدد الناس اللي؟ انا اظن المشكلة مش في كمية الاكل،
مشكلة انه دائما هني ما في حد يجيب، فشو بسوي؟ بنعدل السوق اللي هني زين، وبنزيد السوق اللي هني شو فود ماركت واحد، فود ماركت اثنين، ابا يكون تقريبا مثل ما تقولون نفس البسطات القديمه، يوم تمشون وتسافرون في اوساط اوروبا تحصلون الاسواق بالطريقه هاي موجوده، يعني شيء جميل يعني بصراحه، تحسون بانتعاش تمشون فيها، شيء بسيط قديم حلو الصراحه، وايد حلو يعني. اذا ما شفتون قبل يباركم تشوفون الاسواق القديمه اللي في اوروبا بتعرفون قصدي، بتقولون والله ويا حقي حاطيهم بالطريقه هاي، بس شيء جميل. خلينا نحط مو عندي 500، افا بتي الحين 500 ما عليك. زين بنحط لكم هني شوي حشيش حق السوق، خلي الناس تستانس في نص السوق، يبالنا عند السوق. في بير ام سوري، يعني شيء بسيط بس حلو بيكون هني سوق ممتد، وهالمخازن لازم اشيلها من هني اصلا، بحطيهم منطقه ما بشيل المخازن اللي هني بعد، بحطي 4-5 مخازن هني، وخلنا نحطيهم من الحين، بعدين يوم بيجهزون المخازن هاي بفنش اللي هناك واللي بكسر هناك وخليهم يجون هني. انزين وين الوير هاوس؟ وير هاوس هذا هو. انزين حطي المخزن، مخزنين، 3-4 عند السوق مرة، مش بعيد ولا ها، لا عند السوق عندنا مخزن بالطريقة هاي يكونون للداخل، 1-3-4 عندنا 4، نبى 1-5، نبى 1-6 هني، لا هني بيدخل في مجال السوق، فبنحط مخزن 6 هني بالطريقة هاي، 6 مخازن بدل 4 مخازن اللي عندنا، راح يسوون شغل وايد. زين شوفوا الكنيسة قامت تنبني ترى، يعني شيء فظيع. قاعد يبون عندنا موارد وايد ترى، قاعد يبون عندنا موارد، وعندنا هني جسر ناكبني يبا كم مليون جسمه. انزين ورك بليس، بلاك سميث، مش بلاك سميث، نبا ستون كتر، ستون كتر، ستون كتر، ستون كتر، ها كلها حق الحصار، نبى ايرون سمنتر، نبى هذا، اوكي. ما اعرف شو اخبار الاكل بس ما بيكون اوكي، اي مو اوكي، ابدا مو اوكي، ابدا مش اوكي. ولا السكن اوكي، بس عادي هم عندهم صبر. نحن الحين راح نزيد جرعات الاكل في السوق، انا اظن المشكلة ان نحن مش قاعدين ننقل اكل كفاية للسوق. المشكلة 126 ما ادري، بستقبل شوي ناس زيادة، بعدني محتاج والله ناس. بعدني محتاج ناس بس في الغذاء مصيبة. شو بنسوي الحين؟ خلوا الكنيسة برايه، لأن احنا اللي نبغى نفضي مثلا هالمكان، هالمكان زين؟ نجيب المخازن نشلهم من هني الزحمة مسويين، نوديهم تحت، حتى هذه يمكن اشلها من هني مو به، لأن أظني عندي إنتاج كفاية، عندي 67 هني ها؟ شوفوا بنحط تقريبا كل المنتجات في مخازن. اوكي حتى مال السمك بياخذ ذرب اطول لين هني، بس ما عندي مشكله عادي، لين السمك هاي الناس تشتغل، اكثر ناس يسيبون لنا اكل. لحظه في ناس تشتغل هني، في ناس تشتغل هني، فخلنا نحط لهم شيء يستانسون عليه يا جماعه. ما عندهم، عندهم ماي، هي عندهم ماي، عندهم كنيسه، كنيسه هاي بتنشل بعد، لان بيكون عندنا وحده اساسيه هني، واللي هني مفروض تشيل وايد ناس، وايد ناس مفروض تشيل، خاصة إذا استوى عندي بعد حصى بما فيه الكفاية بعد زين، بس الحين ما أظن عندي مساحة حق الحصى، أنا يمكن الحصى والخشب أحتاج لهم ستور كامل، يمكن الحين شو عندي هنا أخزن أنا؟ هذا مفروض ما أخزن أنا، زين؟ هذا مفروض
ما خزنه هني انا با، بس لازم يكون عندنا حق نبيع الزياده والناقص. زين هاش اخباره، ما قاعد ينتج مال خرفان، وينه؟ ليش ما قاعد ينتج؟ لا قاعد ينتج عند 97. هذا بعد بغير مكانه، خلنا نحطين له مزرعة خرفان هني على التل. اوكي حلو، مزرعة 30 عندي، مزرعة مزرعتين. اوكي وبنعطيه ثلاث، ما عندي 30. اوكي لازم يكون في الستور اساسا وصله. زين تشوف الكنيسة شو اخبارها، والله قاعد يبنون مساكين. ها كله حق الكنيسة ترى، الحرقة مال اليوم هاي بس حق الكنيسة. كنيسة الصراحة انا مش عايبت اني فكرة الكنيسة، بس اوكي. هاوس خلينا نهدمه هذا، مش على باب الكنيسة. ما حطيت له باب، انا حطيت له بيبان، متأكد يمكن عقب يبنونهم، مش الحين، بعدين مش الحين بيبنون. خلينا نحط لهم هني، نحط لهم. زين بما ان عندنا نحن هني مكان، فشو بنسوي؟ بنحط سوق زياده. ليش؟ لانه هني بحتاج سوق من الخاطر. لا السوق اللي تحت بياخذ كل العمال مالنا. نبغى نحط هني واحد اثنين، نبغى نفضي المكان هني الحين. ها في تطور ملحوظ، شوفوا اح، شوفوا هاي محلاها. والناس هنا قاعد تبني بيوت ترى، شوي 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 مشكلة البيوت قاعد تروح، بس الناس بعد قاعد تهاجر القرية. لكن شو ما هذا ثاني واحد ما اعرف. زين نبا بعد نريد هنا مملكة، والله حلوة مملكة جميلة يعني، مش بطالة أبدا، بس مش قادرين نبني نحن. شو أخبارك؟ هذا اطول من وانا اظني منتبه. لحظه نستعد له الا بعدين، خلينا نساعد الناس، ما ساعدنا الناس، الناس زعلانه علينا، خلينا نعطيهم خمسه، خلي يرضون علينا شوي. زين نقدر نحط مكتب، ونقدر نحط تريجر جديد حق بيت الملك، هذا بيكون الحلقه الجايه. اوه الحلقه الجايه راح تكون مميزه ترى، راح يكون فيها قصر الملك، هنشتغل على الكنيسة ولا المدينة الجديدة. بس شوفوا مكبرها محلاها ترى، حلوة وايد 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 حلوة، وايد حلوة وايد. يعني أنا أحس إنه كمشروع جدا جميل يعني، يعني جالس ينبني قدامنا. شوف كيف يحطون الخشبة هذي حبة حبة محلاها، والله نايس. يعجبني الأنيميشن ولا لا فاعل مال اللعبة، حلو الصراحة وايد حلو. شيء مش طبيعي الصراحة، وايد نايس وايد نايس فيري نايس. كم واحد يشل؟ 160 واحد.
نايس. ها معناه بكل اريحية لحظة. ما في له شيء ان انا احط بريست. ما في اني احط لهم كاهن. ما اعرف ليش. حتى لو ادق هني كيف اسوي لهم كاهن؟ لو حد يعرف يخبرني كيف اني بكاهن اكتب في الكومنت تحت. خلي واحد اثنين ثلاث لانني بلنا كهنة تبا للكهنة. انزين ولا بريس قص ما اعرف شو مخربطان مالهم. بس وايد حلو. انا يمكن مستوحى من مسجد اكثر من كنيسة اصلا. زين بس ما عليه. ما يضر ابدا ما يضر. هناك كله احمر ما حد يبي يسكن هناك. بس شوي شوي من حط ديكوريشن نحن اخيرا اكتملت الكنيسة. يعني الكنيسة حلوة وايد اح. الكنيسة وايد 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 حلوة الكنيسة. شوفوها على شوفوها. زين الحين نحن نبى اللي نبى نسويه يا اصدقائي ان نحن نبدا نشوف باقي الشغلات بالنسبه لنا. نحن تقريبا خلصنا معظم الشغلات بس انه قاعد يبنونهم بيوتهم من الموارد الموجوده. فها قاعد يستهلك وايد من عندنا وما عندنا ناس تبني بذاك العدد اللي انا مسوي فيه اعمال بناء. لها سبب في وايد خسارات. هل قرية حلوة هاي اللي ليون المدينة. نايس. محتاجين ناس يسوون تولز. محتاجين نسوي وايد شغلات. يعني وايد مفيد بيكون. بس هو لو هاي يجهزون بيكون مفيد اكثر. بالنسبة لنا حلقة قرية قرية البريس خلاص. يعني وايد زين. وايد زين. 160 نفر. عندنا 160 استيعاب. انت خلاص تدمر. اللي يبى يروح هناك حسب. نرفع قيمة الارض هني تقريبا. خلى اللي هني يروحون هناك مو مشكلة. هني بس مكان صيد استوى مينا واللي هو وايد حلو. يعني كمينا وهذا داونتاون عندنا وايد زين. الحين مرة مسوي له ادت لانه وايد كبير استوى. زين نبى هذا بيرد ينزرع. ما عليه اظني المفروض يرد ينزرع. يعني اظني اتصور. زين في عندنا اماكن بيوت بس الناس ما قاعد تبني. في اماكن بيوت بس الناس ما تبني لان الناس مش مستانسة. طبعا هالورد خليهم يستانسون. على فكره خليهم يستانسون وايد ترى. بس خسائر فلوس. زين هذا يقول ما عنده مكان. انزين الحين استوى عندنا 130 140 بوقف مني بنص. نبا بلوك سميث زيادة. هاي اللي عندي اقدر اوظفهم حاليا. هذيل اللي اقدر اوظفهم. الحين باقي لنا السوق. بس السوق بنشوف نظرية الاكل. عندنا اكل مفروض عندنا. ما قاعد ينتج. كترة ولا يمكن. لحظة في حد يداوم هني. في واحد يداوم. في حد يداوم هني. في حد يداوم هني. ليش هذا الوول ما قاعد يروح هناك؟ هو ناس تروح ترد عليه. نايس
نايس نايس نايس. بزيد السعادة شوي عندهم التريو بس لأنه أعطيهم أكثر قوارب الصيد 83 قارب صيد 83 أي 83 أقل. بس ليش هذا كله ما قاعد يتحرك للسوق؟ يمكن لأن أقول لكم السوق ما في مكان، هو يبون بس بالعدد يعني. ما ظننا بنقدر نبني سوق أكبر من هذا عقب خلاص. آه قاعد يسوي ثياب، نايس نايس. نقدر نعطي كل شخص أكثر من وظيفة، صبر. بينقصون عندي بالطريقة هاي. 160 حدي لازم أوقف. 160. إذا هني أبو الناس تسكن. صبر خلنا نشتري وايد أراضي أنا أصلا. خلنا هني يسوي مزارع، لحظة. خلنا هني يسوي مزارع. زين بنسوي مزرعة هني، نسوي صبر بخلي المزرعة هني، نحط مكان زراعة، خله بعيد شوي مو مشكلة. حلو زين، ها كله مزارع راح يستوي. زين اللي ما يكفي عقب انا بباقي اعرف شو اسوي فيه. بسوي هني هذا الانكات ينقصني 20 كود. اي 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 ليش ليش؟ اه بدأت المستودعات تجهز. زين بس انا بسوق قبل اجهز. ابدا ما في شيء اسمه بطيء، انا قاعد ماشي ريس كامل. زين خلنا نبني هنا جاذرنج كات. اوكي الجاذرنج هات هذا راح يخدم الناس. زين والله الكنيسه شغاله ترى، ناس مو مستانسه ابدا، ما عندها بيوت، ناس ما عندها بيوت، لازم تكون زعلانه الناس، طبيعي هالشيء. لا أكل لا بيوت ولا شيء، والسوق ما يكفيهم، في 100 وشي يعني، وفي 20 سمكة و 14 خبزة وما أدري إيش. لا لازم غير، لأن في سمك وايد 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 سمك عندنا. شوفوا كم سمكة عندنا، شوفوا ما حد قاعد يودي السوق. لحظة ها معنا لازم فود ماركت، لازم فود ماركت، لازم ضروري أساس الناس تحصل أكل. نزيد مشكلة، وايد مشاريع شغالة في نفس الوقت، وايد مشاريع وقاعد ينقص هذا لأنهم مش مستانسين. بيزيد أظن إذا هم مستانسين. نزيد هذا ما يروحون يردون. اوكي كفيهم المكان بس، تمام كفيهم، اهم شيء كفيهم المكان، اهم شيء كفيهم. نعطي اولويه بدل ما يجون يبنون لي هذا وهذا ما ادري ايش. زين انتو ما قاعد تحصلون اي شيء. زين شوفوا اول واحد راح يكون فيه حصه كامل كامل، لا اثنين حصى، اثنين خشب. اوكي واحد حصى، واحد طابوق، واحد خشب، واحد بلانك، بنوظف فيه واحد. ثاني بيت بنحط فيه بيريز، بنحط فيه الهلب بيبل حبيبي انت. زين بنحط سمك سمك سمك. اوكي لازم يكون هذا مكان اقول كامل حق السمك. اوكي هذا بيكون في بيري اثنينه، بيكون في خبز اثنينه،
اوكي لين ينبنون هاي لك. هذا مثلا شوفي في فحم في سمون بعقب عقب هذا بنهدمهم عقب مو مشكله بنهدمهم بعدين لان من ينبنون هاي اصلا راح يتغير الوضع كامل. اتصور انه راح يتغير. ها شو وضعه؟ والله تمام 200 والله احس انه مضبوط. زين يبون 20 سمك لا تنعطي الناس خلها تستانس شوي. من متى مزعل الناس انا بسهم؟ قاموا يبنون. ما بقى شيء هني قاموا يبون حصب هذا راح يروح المستودعات هني. المستودعات كل مستودع راح اشغل فيه واحد بس يمكن حاليا يعني. انزين جهاز عندنا هذا. هذا شو راح يكون فيه؟ هذا راح يكون فيه وول وراح يكون فيه اللي يخص السلك مثلا وثياب سوالف الثياب وهاي كلها هني. خلي يكون فيه تولز بعد مش غلط يعني لانه ما عندنا شيء ثاني غير الثياب ولا خلي احطي فيه الوين. زين عندنا افاليبل عندنا ناس هني تشتغل. في حد بيشتغل هني؟ في حد بيشتغل هني؟ في حد بيشتغل هني؟ في حد بيشتغل هني؟ عندنا ناس تشتغل هني. عندنا ناس تشتغل هني. اوكي. وعندنا شوفوا قاعد يتمع في كل شيء. اوكي ممتاز. الحين عندنا الجزء المهم هو بعد في عندنا اثنين غير لازم يجهزون. عندنا هذا. ايوه هذا شو راح يكون فيه؟ ما راح يكون فيه القمح وهذا المفروض اقرب يكون. زين خلينا نحط القمح هني والطحين هني نحط الخبز هني معاهم كمنتج اضافي بنخلي الواين معاهم بنخلي هني عشان افاليبل وركر اللي بعيد اللي هو كان لحظة انا شوي ضيعت لحظة اوكي لا زين بنحطي هني شو ما حطينا تولز حطينا بنحطي حديد هني وفحم هني وبنحطي الايرون اور هني بنحطي شوي حصة زيادة هني ولا حطي وول بنحطي وول هني والاخير ينجز الله كريم هذا هني فهذا معناه هذيله جود باي هذيله جود باي مسوين زحمة هذيلة جود باي وهذيلة جود باي يا شوفوا الفرق اوه جهاز عندي هذا نايس افاليبل افاليبل ما عندي حد افاليبل الحين حلو الحين حاليا ما عندي حد افاليبل بس لحظة انا عندي هني اثنين بفنش واحد نحن كم سوينا واحد اثنين ثلاث اربع خمس اوكي اثنين بفنش واحد وبيبهم كلهم هاي الوين يشتغلون في شو في السوق حلو بيستوي عندنا خمس خانات بنيب سمك بنيب مش بيريز بنيب خبز بنيب ثياب زيادة بنيب ما اعرف وين زيادة مثلا خلهم يشترون العالم انزين هل هذا راح يثبت نظريتي الله اعلم الله اعلم بس اظني مفروض ايوه خلاص الحين لان دائما في تواجد سمك اكثر شوفوا كيف قام ينباع السمك والخبز وايد زين شوفوا الحين قاعد ينقص عدد الناس انا اطالع على اليسار شوفوا وين حاط الموس بس اشوف الناس يبون يسوون بيشترون من هني كل شيء ترى لا تتوقعوا ما بيشترون شيء من هني بيشترون كل شيء من هني زين خلنا هني يبون حد بيسكن هني بيسكنون الناس خلاص قام يستوي اخضر زين بس نحن حطينا بينت هي حطينا على اساس هني فورستري ممكن ان نخدم فئه كبيره من الشعب هني لكن نحن فكينا زحمه الحين ترى على فكره يعني وركرز لا ما عندنا وركرز ما عندنا خشب اصلا عشان ننتج من هذا
الخشب وهذا راح يطلع برا المدينه، خلاص كله برا المدينه يعني، حتى هذا مفروض انه يروح، لكن شكل الغابه اللي هني تخليهم ما ياخذون اكثر. لكن شوفوا احتياج الناس كيف اقل، معناه النظريه صحيحه. بيبت هني اكثر، خلني بسمك هني لان سمك اظني عنا اكثر وايد. شوف كميه السمك، اي موجود وايد وايد، موجود عنا سمك وايد وايد، فخلهم يجيبون السمك لوين للسوق. اظني هو شغله يروح يجيب سمك اصلا، هذا اللي هني بيكون بيريز. والله ما ادري عنه منه فايده اصلا، ولا ياكلونه ولا ما ياكلونه ما اعرف، بس اشوف قاعد يجي الحين قاعد يبيعون، والله وايد يبيعون. شوفوا نقص نقص، خلنا نزيد الماركت. وين اذا الكونستراكشن راح خلاص، راح ذهب ادراج الريح يا جماعه الخير، خلاص نسى الزمان. ما اقدر اشوف اخر المنيو اللي تحت اللي يقول لي تعديل وغيره وربعه، هذا نسيته. المهم يا جماعه الخير، اصلا حلقتنا كانت على الكنيسه، مدينه جديده، القريه الجديده هاي، وبنحل هالمشاكل على طريقنا ترى، ما عليكم. المساعده قامت ترتفع، الناس قامت تحصل اكل، قام يحصلون ثياب اكثر، اتصور الانتاج عندنا شغال، بنغير بعض الاماكن، بنغير وايد شغلات، بنخلي هني سوق اكبر بمرحله طيبه يعني، بنحط فيه اكل، سوق كبير، ان هذا يكون مركز للناس كلها. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، لا تنسون تدعمون الحلقه بلايك شير سبسكرايب اللي في خاطركم كله، واذا ما كنت مشترك بالقناه لا تنسى تشترك بالقناه، ومشكورين على الحضور الطيب هذا والدعم المستمر للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.